السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع الأصدقاء متابعيني الكرام. نشكركم بزاف على التعليقات اللي تخليوها ليا ونشكر اللي اشتركوا عندي جدد، ونشكر أصدقائي القدامى، نشكرهم بزاف بزاف. جيتكم تحت طلب بعض الأصدقاء، وهو كيفية مونتاج فيديو، دير له مونتاج قبل ما تنزله في اليوتيوب، وهي طريقة سهلة جدا. عندي هنا نوريكم واحد الابليكاسيون نخدم بها انا، هاي اسهل ابليكاسيون راني مجربها، فيها كل شيء. خليك معايا، هذه اللي فيها مقص، هذه هاي ابليكاسيون يعني كيما يقولوا اخوتنا المغاربه، مزيانه مزيانه بزاف بزاف. خليكم معايا دابا نوريكم. احنا نضغطوا فيها، نمشي وهنا وين هذه البليس، هذه الزائد الاحمر نضغطوا فيه، مباشره يدخلك الفيديوهات اللي عندك والصور اللي في الجاليري اللي عندك في البورتابل. هذه الاشياء اللي عندك في البورتابل، الفيديوهات او اي حاجه في البورتابل تخرج هنا. انا هام الفيديوهات اللي عندك في البورتابل، وهنا يخرجوا لي فوتو، وهنا يخرجوا لي فوتو لي فيديو اللي عندك في البورتابل كلهم يخرجوا. بون خيرو، هنا عندي هذا واحد الانترو، هذا لي الانترو اللي يجي في الاول، في اول فيديو نضغطوا فيه، هنا يهبط معنا لتحت، نضغط هنا على السهم هذا الأحمر، هنا هاو خرج معنا الانترو، نضغط نسمعوه الانترو ونشوفه واش عندي واش ما عنديش. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. هذا بداية الفيديو، بداية الفيديو درت هذا الانترو، خيرته وانت عليك تختار اي انترو ديرو، تكتب فيه اسمك. المهم عندك اختيار، راني حطيت فيديو فيه الانترو اللي تخير اللي تحب نتايا. بون مثال زيد نزيدو الفيديو اللي راح نحطو، نضغط على البليس هذه يدخلك مباشرة عندك صور والفيديوهات اللي عندك في البورتابل. مثال ندخلوا هذا الفيديو اللي فيه 4 دقائق مسجلو، نضغطوا هنا على هذا المايك، هذا مثال. نزيدوا له فيديو اخر مثال هذا، نضغطوا فيه نزيدوا له هذا، وبعد نهبطوا نضغطوا على هذا السهم يخرج عندنا من تحت الفيديو. ها الفيديوهات اللي حطيت يخرجوا كلهم من تحت لاصقين في بعضهم البعض. مثال حبيت نبدل الموسيقى اللي في الفيديو، نضغط على هذه، هنا تدخلك لابليكاسيون لا ميوزيك اللي فيها هذه كامله، هذه كامله دي تخيل اختار اي موسيقى تحبها، هذه ثاني تضغط فيها تدخلك لا ميوزيك كل وحده واش وين دخلك لا ميوزيك اللي تحبها نتايا. مثال احنا نختاروا هذا الانترو نفوتوه بصبعينا، دي غير تقيسه بصبعك يمشي، تفوتوه هكا مثال ونحطو ميوزيك للفيديو هذا، نضغطو هنا نختاروا هنا مثال، نختاروا هذه نضغطو فيها. هنا تهبط معنا لا ميوزيك، هذا الشريط الاصفر هي لا ميوزيك. مثال نجربها لكم، نضغطوا هنا. هنا لا ميوزيك جات زايده على الصوت، احنا نقصوا لا ميوزيك. كيفاه نقصوا لا ميوزيك؟ نضغطوا فيها الشريط الاصفر، نضربوا غير ضربه واحده فوق الشريط الاصفر،
هنا يخرج معنا يخرج معنا هذا، نضغط على هذا البارلال هذا، هاي لا ميوزيك، تنقص في الصوت مثال، نقصه غير بصبعك تمشيه، نقلبوه مثال ثلاثة، مليحة بزاف بزاف للمعدة. تضغط تعاود ترجع الفيديو بصبعك وتسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع الأصدقاء، اليوم جيتكم بوصفة. هنا خرجت لا ميوزيك ناقصة، تحب تزيد لها تزيد لها، تحب تحيد تنحي الصوت خلاص هذا الفيديو، غير تضغط فيه هنا، تضغط في تضرب ضغطة برك فوق الفيديو يخرج لك ها هو بارلير، تضرب فيه يمشي الصوت يولي ما كانش صوت الفيديو. مثال احنا اخترناها، واش نختاروا الاخر، مثال نختاروا كتابة، هنايا تكتب اسمك، مثال نكتبو عفوا عالم سامي، مثال نكتبو عالم سامي، نضغطو هنا على هذه، نمشيو نضغطو فيها، تضغط غير فيها برك وتمشيها، تحب تحطها وين تحب انت، هي تمشيها غير بيدك. مثال خرجت معنا هنا، ها هي ها هي خرجت، ها هي تضغط فيها بصبعك تديها وين تحب انت، هي مشيها غير بصبعك. مثال نحطها هنا، مثال نديرو لها كولار، نبدلو هذا الكولار الأسود، نضغطو هنا في هذه، تختار أي كولار تضغط عليه فقط، أحمر نديروه مثال أصفر اللي يكون واضح. هنا حبينا هذه الكتابة، كتابة نحبوها مثال تتحرك، نضغط هنا في هذه النجمة، نختار هذه مثال، نديرو هذه نضغط فيها، نمشي ونضغط هنا، هاي الكتابة تروح وتجي. مثال حبيت الكتابة هذه تبقى في الفيديو كامل، واش ندير، نضغط على هذا السهم هذا ونمشيها معايا، نحط عليها صبعي وهي تمشي وحدها، هاي مشات وحدها في الفيديو كامل. بون نرجع الفيديو، غير بصبعك ترجع، شوفوا الكتابة كيف تمشي معنا، نضغط هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لجميع الأصدقاء، اليوم جيتكم بوصفة مليحة بزاف بزاف للماء. نزيدو مثال حاجة أخرى، مثال حبيت تغطي أي صورة ما عجبتكش في الفيديو، حبيت تغطيها ما يشوفوهاش، دير لها هنا إيموجين تضغط عليها، يدخلك هنا الإيموجين اللي عندك، مثال نحطو هذه، نضغطو فيها، هاي خرجت معنا لفوق، نضغطو على هذه، مثال أنا حبيت نغطي، نغطي هذا، نكبر نصغر كيما نحب، نغطيها نكبرها بيدي، حبيت نمشي الفيديو كامل تكون ما تبانش، عليك غير تضغط هنا في السهم هذا وتمشي بيدك، تمشي مع الفيديو كامل. حبيت تنحيها يعني تحذفها، تضغط فيها هكذا، تضغط فيها تمشي هنا البوبالة، تضغط فيها تروح تمشي. حبيت هذا الاسم تنحيه تحذفه، غير تضغط هنا في هذه الزرقاء اللي فيها الاسم هكذا، تخرج لك البوبالة تضغط فيها يمشي الاسم. حبيت تبدل الموسيقى، غير اضغط فيها هكا وامشي لهذه البوبالة تبدل الموسيقى لا ميوزيك اللي تحب انت، هي تضغط غير هنا في لا ميوزيك وتبدل. مثال حبيت الصورة هذه ديرها بالعرض ولا بالطول ولا كيما تحب انت، تضغط على المربع هذا احنا وتختار واحد على واحد، هنا ربعة على خمسة، هنا بالعرض، هنا بالطول، كيما تحب انت تختار، عندك بزاف غير بصبعك. مثال احنا نخليوها دوريجين هنا كيما
كما كان في الفيديو. هنا داري جين، نضغط على هذا المايك نخرج. مثال نعطيكم حاجة خلاف، هنا الفيتاس حبيت دير الفيديو زروب ولا يمشي ببطء، تضغط غير هنا هكذا، هنا تمشي هذه بصبعك يرجع فيتاس، هنا حبيت دير ببطء يمشي ببطء. الله يضحكني الصوت، سامحوني. المهم تضغط غير احنا دير الفيتاس وتضغط غير على النايك هذه يمشي الفيتاس كيما تحب. نخرجوا نضغط على هذه، نرجع للفيديو. حبيت مثال هذا للفيديو تنحي منه الصوت خلا، تضغط على البارليل هذا، انا هاو الصوت مشى. حبيت تحط فيه غير صوتك، مثال حطيت الفيديو وحبيت تحط فيه غير صوتك، تضغط هنا على هذا هكذا، بعد تضغط هنا، تضغط هنا وتهدر وهو يمشي، يمشي وحده. كي تكمل تعاود تضغط فيه يحبس، دير غير صوتك. واش مازال المهم حبيت تزيد الصوت ها بهذا، هنا حبيت تهدر انتايا، هنا هذا خاص بالصور المقلوبة، تقلب الصورة، هنا تكبر الصورة ودير لها عرض وطول كيما تحب انت، هنا الفيتاس، هنا ليموجين تحب تغطي أي حاجة، هنا تكتب اسمك، هنا الفلتراج، هنا تقص مثال لقطة، اللقطة تحب تقصها، تحب تقطع أي حاجة، تضغط فيها وتخير وتقص ودير غير هنا أوكي فقط. يقص لك الفيديو كيما تحب نتايا. ان شاء الله فاتكم فهمتوني اي حاجه فيه، وانت ابحث بشويه كل مره حط حاجه ويخرج لك. ها نعاود لكم الفيديو بشويه، نرجعوا للصوت نضغطوا فيه مثال نديرو له اميزيك، نختارو له هذه، تضغط فيها تهبط الاميزيك، تهزها تضغط فيها تمشيها، حبيتها تبدا من هنا تحطها هنا تخليها، من بعد تضغط هنا تمشيها. بعد الانتهاء من الفيديو تحط له الكتابة، تحط له لاميزيك، تحط له أي حاجة تخدمه كيما تحب نتايا. تكمل الفيديو تصعد هنا لهذه سوف جاردي، تضغط فيها، تضغط على الحمراء هذه هنا راهو يطلع الفيديو 100% ويرجع عندك في الجاليري، عندك في البورتابل، وتعاود تهبطوا في اليوتيوب. ان شاء الله تكون فهمتوني، هاي طريقه سهله خلاص، تبعوا غير بشويه وان شاء الله تديروا فيديو يعني مليح بزاف بزاف. هذه ابليكاسيون راهي سهله وخدمت بها تقريبا درك عندي واحد تقريبا عام وانا نخدم بها. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، بارك الله فيكم وشكرا لكم بزاف. ما تنساوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس، وإذا عجبكم الفيديو تحطوا لي إعجاب. أشكركم بزاف بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.